ايش اللي صار معك يا رشا؟ كنا بمدرسة طلعنا كنا نطلع من المدرسة وهو رمى علينا قذائف. رمى عليكم قذائف؟ وانت خايفة يا رشا؟ امي من ما امي هانا وابوي مسافر. وين امك؟ هان. امك مصابة؟ سلامتها يا حبيبتي، ان شاء الله يا رب ماما بتطيب وبترجع لك يا حبيبتي. خفيفة عم خفيفة يا حبيبتي. نروح. نفسك تروحي؟ بدك تروحي؟ بروح. ان شاء الله يا حبيبتي بتروحي يا رب، ان شاء الله حتروحي يا بابا. وعدها بس تروحي ماما. احنا مش جايين مع ماما. انتوا جايين مع مين؟ احنا جايين مع انتوا مش جايين مع ماما، ماما مصابة. عايشة يا حبيبتي، عايشة يا رشا. هذا احنا الصبح بنروح. هات بتروحي يا رشا، هات بنروحي يا حبيبي، اجي اشوف سيارة ونروحكم ان شاء الله. خفيش يا بابا. هذه صحيفة رشا، يعني شاهدوا هؤلاء الأطفال استهدفوا في مدرسة إواء التي كانوا يظنوا أنها مدرسة أكثر أمانا أو أكثر أمنا بالنسبة على حياتهم، ولكن أبت إسرائيل ألا ترتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والآمنين في مدارس الإواء وفي المستشفيات وفي كل مكان.